الدقيقة 14 وينفرد مجددا بريادة ترتيب الهدافين بعدما لحق به يوسف بلايلي الذي سجل أمام الريان في مباراة مواجهة قطر أمام الريان. زاوية مغلقة تماما أرسلها في القائمة الثانية. شوف اللعبة هنا، خبرة وتجربة وتفوق على إسماعيل محمد، هل أخطأ أم لا؟ لكن الروعة كانت حاضرة والدقة في التسديد في القائمة البعيد. نعم، صراع ثنائي، استسلم إسماعيل محمد أمام بغداد وسددها في القائمة الثانية معدلا النتيجة 1-1. صارت النتيجة بعد أقل من ربع ساعة منذ انطلاقة الشوط الأول من هذا اللقاء بين السد والدحيل. دعوني أتأكد من صحة هذا الهدف.